بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد رسوله. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع. نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة هذه المنظومة، هذا النظم في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. عادة العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يبدأوا المؤلفات بالحمد، لماذا؟ اقتداء بالكتاب العزيز، لأن أول سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمد ونستعين، واقتداء بعلماء السلف. وحمد الله موجب لبقاء النعمة، وأيضا يحمد الله في أول المؤلف لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا العالم هذه المنزلة، فيحمد الله على هذا منزلة ورثة الأنبياء، ويحمد الله سبحانه وتعالى كذلك في آخر الكتب لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليه النعمة. الحمد لله العلي علو في الذات وعلو في الصفات، وأراد أن يقدم بمقدمة يسميها العلماء براعة الاستهلال، يعني يقدم في الخطبة خطبة الكتاب بشيء يشير إلى ما في هذا الكتاب. نعم، العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. بعض العلماء يقول العلم، إخواننا تقول كتابة، خلكم معي، هذا مكتوب في شرح الشيخ، تراجع شرح الشيخ ابن سعد رحمه الله على هذه المنظومة يكفينا إن شاء الله تعالى. العلم، يقول بعض العلماء، ما هو العلم؟ صبر وتقسيم وجمع وتفريق. يقول هذا العلم، صبر وتقسيم وجمع وتفريق. صبر وتقسيم، يا أخي انتبه معي، اترك الكتاب. صبر وتقسيم يعني تنظر تجمع الأدلة، مثلا تريد تبحث عن أنواع التوحيد، تقرأ في الأدلة، تجمع الأدلة كاملة تقرأ فيها، ثم بعد هذا تقسم، تقول أنواع التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء الصفات. وجمع وتفريق، الجمع والتفريق يعني لابد أن تفرق بين مثلا الشرط والركن، تقول الشرط خارج الماهية، ماهية العبادة أو قبل العبادة، والركن داخل العبادة، هذا تفريق. وجمع، تقول أن الشرط اجتمع مع الركن في ماذا؟ أنه لا يقبل في ترك الشرط والركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد، ولهذا لابد تفرق بين الأشياء. والبعض يقول عندنا مثلا، قال هذا لا يفرق بين كوعي وبوعي، صحيح؟ نعم، فلابد أن تفرق بين الأشياء. إذن يقول هذا العلم صبر وتقسيم وجمع وتفريق. الله سبحانه وتعالى جمع بين أشياء وفرق بين أشياء، فتنظر وتتأمل وتتفكر في مخلوقات الله. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، نعم، بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم، الحكيم للحكم الشرعي والحكم الكوني، وكل ما قضى الله سبحانه وتعالى سواء كان شرعا أو كونا هذا لابد أن يكون لحكمة أراده الله سبحانه وتعالى. وقوع الشرك والمعاصي والبدع والأهواء والأوبئة والأمراض لحكمة أراده الله سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما هي الحكمة؟ قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، حتى يتميز المؤمن من الكافر. نعم. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. بعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام،
كل خير يلحق هذه الأمة سبب نبينا عليه الصلاة والسلام. نصلي ونسلم عليه. الصلاة من أحسن ما قيل فيها ثناؤه على المصلى عليه في الملأ الأعلى. بالصلاة جلب الخيرات، وبالسلامة دفع الآفات. على النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. نعم، آل النبي صلى الله عليه وسلم. الآل إذا أطلقنا الآل يراد بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دين. وإذا قال الآل الذين تحرم عليهم الصداقة هم بني هاشم ومواليهم. نعم. والأصحاب جمع صحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على أصح الأقوال. نعم. لماذا يثني على الصحابة؟ لأن هذا دين ومعتقد نتقرب به لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، ونقلوا لنا الدين، والطعن فيهم طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة، طعن في الله لأن الله اختارهم لصحبة نبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم وأمرنا بماذا؟ بالثناء عليهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن المرء على دين خليل، وطعن في الدين نقلوا لنا الدين. ولا يمكن نطعن في هؤلاء، لو طعننا فيهم معنى هذا أن الدين الذي نقل لنا عن أناس ليسوا بثقات. وطعنوا في الصحابة هذا واضح. نعم. وآله وصحبه الأبرار الحائزين مراتب الفخار. الأمة هذه هي أفضل الأمم، وأفضل الأمة الصحابة، وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. نعم. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. الأمراض تنقسم إلى قسمين، من يعرف؟ نعم. فيطمع الذي في قلبه مرض، عندنا مرض شبهات ومرض شهوات، ولهذا قال الشيطان الرجيم، لأنه يرجم بني آدم من طريقين، شبهات وشهوات. فأنت لابد تتعالج من هذه الأمراض. علم يزيل الشك عنك والدرن، يزيل عنك مرض الشبهات بدعة والشرك، والشرك أكبر أصغر، والشهوات صغائر وكبائر. ولهذا الشيطان يأتي لبني آدم إما من طريق الشبهات أو طريق الشهوات. وهذا العلم يكون به تتعلم حتى لا تقع لا في الشبهات ولا في الشهوات. نعم. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. نعم، هذا من أعظم المنن، ولأن الله سبحانه هو الرب. الرب خلق الخلق وأمدهم بالنعم، هذه الربوبية. بل الربوبية أعلى من هذا، وأفضل شيء أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق هملا وسدى، بل أرسل إلينا رسولا عليه الصلاة والسلام، وأنزل علينا القرآن، وهذا من تمام الربوبية. فخلق الخلق وأمدهم بالنعم، ثم أرسل إليهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل عليهم الكتب. نعم، هذا من أفضل المنى والنعم. نعم. ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواهد. نعم، يقول الآن هذه القواعد لابد أن تحرص عليها. لماذا؟ قال لأن تجمع مسائل كثيرة متفرقة في كلام مختصر. وسار على هذا علماء السلف، فالقواعد الفقهية تجمع أمور كثيرة متفرقة بكلمات مختصرة. تقول مثلا أول قاعدة عندنا هنا، الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنية. العمل لا بد له نية،
حتى يقبل عند الله سبحانه وتعالى. فكلام يأتيك كلام مختصر ويجمع أشياء كثيرة متفرقة. مثاله بالأمس كنا نتكلم عن الأسماء والصفات. من قواعد الأسماء والصفات الإثبات والتنزيه. الإثبات والتنزيه نثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ وهو السميع البصير. التنزيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. الدليل ليس كمثله شيء. آية واحدة تستنبط منها قواعد، وهذا بركة القرآن. القرآن بركة، بركة في قراءته، بركة في تدبره، بركة في العمل به، بركة في التداوي به. نعم، فاحرص، لابد أن تحرص على فهمك للقواعد. القواعد هذه تجمع أشياء كثيرة متفرقة بكلام مختصر. نعم. قال رحمه الله: احرص على فهمك للقواعد جامعه المسائل الشوارد، لترتقي من علم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. نعم، لابد تسير على طريقه السلف. نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفرقه الناجيه الجماعه، وقال ما انا على اليوم واصحابي. نعم. قال رحمه الله: وهذه القواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها. وهذا فيه تواضع المؤلف رحمه الله تعالى، يقول أنا أسير على طريقة العلماء، علماء السلف، وهذه القواعد. إما أن تكون القاعدة من كتاب وسنة فهذه لا يمكن أن يدخلها الخطأ، أو تكون القاعدة من العلماء فهذه تعرض على الكتاب والسنة، وافقت أخذنا بها، خالفت فهي مردودة. نعم. قال رحمه الله: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاه المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. نعم، هذا بركة العلم. جاء هذا العالم وقال، نسب العلم إلى أهله وسار على طريقة العلماء، لأن العلماء هؤلاء عرفوا قيمة من تقدم يدعو لهم ونسب العلم إليهم. نعم، وسار على هذه الطريقة، بارك الله سبحانه وتعالى له في علمه. نعم. قال رحمه الله: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. فدعا هنا المؤلف رحمه الله تعالى لهؤلاء العلماء. نعم. قال رحمه الله: ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الآن بدأ بالقواعد، انتهى من المقدمة. ما تقدم مقدمة لهذا الكتاب وتشويق ودعاء. بدأ بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأهمية هذا العلم ومعرفة القواعد ومن أين أخذت. ثم الآن بدأ بأول قاعدة: الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات، الأعمال بالنية. من يتكلم عن النية من العلماء؟ قال: يتكلم عن النية من العلماء إما علماء التوحيد والعقيدة أو علماء الفقه. علماء التوحيد يتكلموا عن النية من حيث إخلاص العبادة لله. الفقهاء يتكلموا عن النية من باب تمييز العبادة، هذه فريضة وهذه نافلة. الآن الشيخ صلى ركعتين، فمن حيث النية التي يتكلم عنها علماء العقيدة نقول لابد أن يصلي لمن؟ لله، لا رياء ولا سمعة، ولا تكون الصلاة باطلة. من يتكلم على هذه النية؟ علماء التوحيد والعقيدة. تمام، صلى هذه الركعتين، ماذا نويت بهذا الركعتين؟ قال: نويت صلاة الفجر. إذن من يتكلم على هذه النية؟ الفقهاء. إذن نية لله سبحانه وتعالى شرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من النية يتكلم عنها الفقهاء. نعم، النية لابد أن ينوي العبادة لله سبحانه وتعالى، حتى أن العادات لو نواها لله سبحانه وتعالى كتب له بها أجر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، بها الصلاح والفساد للعمل. فإذا نوى
بهذه العبادة مراعاة الخلق نسأل العافية والسلامة فالعبادة باطلة. إذن الأمور بمقاصدها. وتجد أن العلماء رحمهم الله تعالى في كل العبادة أول شرط من شروط أي عبادة ما هو؟ الإسلام، هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. نعم، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم. الدين مبني على المصالح في قلبها والضرب للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. طيب، هذا الدين يقول ابن القيم رحمه الله: لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل وآيات على صدق عليه الصلاة والسلام إلا أنه أتى بهذه الشريعة، يقول الشريعة فقط دليل، فما بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم معه أدلة وآيات أيد الله سبحانه وتعالى بها. لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أتى عليه بدليل على صدقه إلا أنه أتى عليه الصلاة والسلام بهذه الشريعة، لكفى أن يكون في هذه الشريعة الشاهد والمشهود له والحجة والبرهان، وأنه لم يأتي في هذا الكون مثل هذه الشريعة. فهذه الشريعة مبنية على المصالح، لا يمكن أن يأتي أمر من الأوامر إلا وفيه مصلحة ومنفعة لها، ولا يمكن يأتي شيء من المحرمات إلا وفيه مضر عليه. فالدين مبني على المصالح في جلبها والدرء والدفع للقبائح. فجاءنا أمر من أوامر الشريعة لابد نمتثل ونقول كل الخير في هذا. نعم، جاءنا نهي وتحريم نقول كل الخير في ترك هذه الأشياء. تعيد. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. نعم. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. نعم، يقول أحيانا تأتي عندنا العبادات يصح أن تجمع العبادة مع غيرها، وأحيانا لا يمكن أن تجمع. مثال الآن الوقت في سعة، أذن لصلاة الفجر، تستطيع أن تصلي راتبة الفجر ثم تصلي الفجر؟ نعم، يسع معه غيره. رمضان مثلا الآن أراد الشيخ أن يصوم شهر رمضان ويصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، لا ما يمكن. نعم، فإذا تزاحم عدد المصالح نأتي بماذا؟ بأعلى مصلحة. وتقديم المصالح هذا يحتاج إلى نظر واستدلال وغير هذا. الآن الأذكار يقول الموظفة بأوقات معينة هي في الحقيقة أعلى من غيرها. مثال الأذكار أدبار الصلاة، نحن نعرف أن قراءة القرآن مثلا هذا أعلى ذكر، لكن أدبار الصلوات أعلى منه. الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله استغفر الله مثلا. نعم، كذلك أحيانا تنظر ما هو يعني أخشع لقلبك. يعني بعض الناس يقرأ، يعني يأتي يوم الجمعة مبكر يبكر للصلاة، ماذا يصنع؟ يصلي يصلي ثم يحصل له شيء من الفتور، ماذا يصنع؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن، آية الكرسي، ينوع بين العبادة. فالتقديم والتأخير هذا يقدم الأعلى من المصالح. يعني مثال الآن أدبار الصلوات يقدم قراءة القرآن؟ لا، مع أن قراءة القرآن هو أعلى ذكر، لكن يقدم الأذكار الموظفة بأوقات معينة. نعم، وكذلك تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى لا يرتكب الأعلى، العكس. يعني الآن وجد اضطر للأكل، مضطر كاد أن يموت، ولديه لحم حرام، لحم خنزير، ولديه لحم مشتبه فيه، هل هو مذبوح على الطريقة الإسلامية أو لا؟ أيهما يقدم؟ الأدنى الخنزير؟ لا، هذا اللحم المشتبه فيه، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. المثال الذي يذكر الفقهاء وعلماء الأصول
من أجل تبيين القاعدة. يعني الآن هذه الأمثلة اعتبرها خطأ، لا إشكال، نحن نريد أن تفهم القاعدة، نأتي بمثال ولو كان هذا المثال مرجوح. إذن ليس المقصود هنا بيان الأحكام الفقهية، بيان القاعدة ونضرب عليها أمثلة. هذا المثال صحيح أو ضعيف لا إشكال، المهم تفهم القاعدة وتطبق عليها. نعم. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.